ممتازة جدا باتجاه شقيقه. مرة أخرى تؤكد أن التمريرات القصيرة والبرنسي والبرنسي بيسبعوا وعشرين دقيقة البرنسي بالرأس المدافع البرنسي يفتتح النتيجة لصالح النادي الأفريقي. 27 دقيقة العمدة البرنسي بالرأس والهدف الأول في هذا الدور النهائي ذهاب لكأس أفريقيا للأندية على البطل. بل هو تويتي وتمشي الهيجنية هيجنية تويلا الميسيزي ميسيزي من جديد ميسيزي يستعد القذف يقذف ميسيزي ويسجل. اوه من 20 من 20 متر يعدل مساند النادي الافريقي سمير سلمي. سمير سلمي يتعدى بالكره وتواتي تواتي سلمي وعداها لتواتي. تواتي راوغ و يضاعف النتيجه لصالح النادي الافريقي. حتى نرجعوا للنقطه هذه تتنفذ المخالفه مباشره وسعى طريقه الحارس والهدف الجمهور كله تقريبا وقف وحديث بيناتهم مش يلعبوا عملية واحد اثنين تتوزع والهدف الرابع الهدف الرابع في 13 دقيقة لعب في الشوط الثاني أربع أهداف وقبل هدف. ناصري صبري البوهالي فوزي الرويس صبري البوهالي يقذف وترجع والهدف الخامس والهدف الخامس على طريق فوزي الرويس الهدف الخامس في 34 دقيقة لعب 34 دقيقة لعب الهدف الخامس عن طريق فوزي الرويس فوزي الرويس هدف خامس يعتبر الضربة القاضية وفوزي الرويسي طلبنا انه باش يسجل بعد غياب طويل عن الملعب. شوفوا الاعاده وشوفوا قوه القلبه الاولانيه من صبري البوهالي ترجع من حسني وقلبه قويه ياسر في مكان صعيب ياسر يجيب الهدف الخامس. تتنفذ من جديد والحكم يقول هدف الهدف الثاني في 36 دقيقة لعب قبول هدف في وقت ما هذا لا كان ثم الإعادة تنشاهدوا شكونوا اللي سجلوا 5-2. شوفوا الإعادة نتاع الكرة كاتو وشوفوا قداش من مدافع كانوا موجودين. عادل سلمي فوزي الرويسي لطفي الرويسي في اتجاه البوهالي 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 ولا اذا ضربة جزاء لا فوزي الرويسي هو اللي يتقدم فوزي الرويسي قدم ويسجل فوزي الرويسي يسجل فوزي الرويسي يضيف الهدف السادس فوزي الرويسي فوزي الرويسي في 40 دقيقة لعب من الشوط الثاني يضيف الهدف السادس 6-2. طبعا فرق اربع اهداف
صعب جدا باش نلقاوها هذه في النتيجة كما هذه باش نلقاوها في دور نهائي نتاع كأس أفريقيا للأندية البطلة. يبدو لي أنه صعب جدا 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 وجود مثل هذه النتيجة. الكأس الأفريقية الأولى بالنسبة لكأس الكؤوس، والحكم التوغولي السيد كواسي يزبر النهاية 6-2. وأعطيتكم الأهداف كيف سجلت. سيدتي وسادتي، شكرا على المتابعة وأجمل التحيات.